حكوى ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن، للدكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية. موقع الفيسبوك الشخصي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس يشيد بالعلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري، مهندس آنذاك، الموافق 30 يوليو 2012. شخصيات عمانية نفتخر بها في عهد مولانا المعظم الزاهر. العلاج بالماء الساخن مع المهندس فارس الحجري. المهندس فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان، ولد وقضى معظم طفولته في أفريقيا، وتأثر بشدة من الثقافة الغربية. عبر البحار السبعة ليلقى نصيبه في الزواج مع امرأة من شرق أسيا، وأصبح أبا للولدين نشيطين قيس وسامي، يشتركان نفس عيد ميلاد ويبعد عن العمر فيما بينهما 6 سنوات. درس المهندس فارس الحجري هندسة مسح الكميات، وكان مدمن في العمل، يبحث عن مستقبل مجهول الذي تراكم منذ طفولته، إلى حين تمكن في تحقيق حلمه، من حيث انتهى به المطاف في اكتشاف علاج الصحة البدنية والعقلية. من خلال ذلك ألف كتابين بعنوان معجزة وعجائب العلاج بالماء الساخن وقيم الحياة السعيدة وأسرارها من أجل حياة أفضل، على شكل نظريات ألفها من خلال الأحداث التي قد حاطت به من وقت لآخر، فيما يسمونها بعض الشخصيات المرموقة بكلمات من الحكم. تأثر مؤلف عاطفيا من الانفصال عن والدته رحمها الله، حيث لم يعرف لها حتى بلغ من العمر 6 سنوات. لم يحظ في تلقي التربية الأسرية من والديه مطلقا، بما في ذلك جميع أفراد الأسرة الذين قسموا إلى مجموعتين لتلقي التربية الأسرية من عمومهم، وذلك بسبب المعاناة الصحية لوالدته على المدى الطويل من المضاعفات الصحية التي أدت على الخضوع لعمليات جراحية لها، وقد وصلت جميعها إلى 10 عمليات جراحية. لم يتمكن المؤلف في تحقيق حلمه الأول في إيجاد علاج دائم لمرض والدته الذي امتد لمدة 35 سنة من المعاناة الصحية، والتي انتهت مع سرطان الرحم الذي عقد أخيرا حياتها، حيث أنفاسها الأخيرة كانت المرة الوحيدة فقط التي تمكنوا فيه جميع أفراد أسرة المؤلف بالتجمع في آن واحد. أصيب المؤلف بمختلف مضاعفات صحية التي كثفت له في الكفاح من أجل إيجاد علاج دائم له للربو والتهاب الأنف وألام الظهر وسلسلة من الصداع النصفية، حيث أنه في النهاية استطاع تحقيق هذا الاكتشاف العلمي، وأصبح المؤلف خاليا كليا من كافة الأعراض الصحية. إنه يرغب في تحقيق مستوى الحياة الصحية، ونتيجة لذلك فإنه كرس حياته كليا من أجل إجراء مزيدا من البحوث العلمية عن فوائد الماء الساخن، نحو تحقيق حياة صحية وثرية أكثر. كما لدي الإرادة النبيلة لمساعدة كل فرد في فهم أهمية الفوائد ومعجزة الماء الساخن. إنه فرد متواضع يتمسك بشكل صارم لحقوق الإنسان والقيمة البشرية التي يحملها كل إنسان، يحب كثيرا السفر إلى العديد من دول العالم لكي يتعلم مختلف ثقافات شعوب العالم، كما يقضي معظم أوقاته في المقاهي لصياغة الأفكار،
جمع حكمته بقراءة تجربة حقيقية في الحياة وفي النشاط اليومي. يعاشق بجمال الطبيعة فيما يؤمن بأن عالمنا هو بالفعل عالم المعجزات، يحمل فوائد عظيمة بصفة مباشرة وغير مباشر على الإنسان نفسه، كما يعتنق العيش في بيئة هادئة وسليمة. إنه تمثيل افتراضي من شخص هادي جدا دائما يعتنق ممارسة الحياة العاطفية. إنه من دعاء السلام مع نية من تقاسم معارفه من خلال كتابه المؤلف بعنوان قيم الحياة السعيدة وأسرارها من أجل حياة أفضل نظريات. إنه يرغب في نشر أسرار تحقيق حياة أفضل وأسرار تحقيق الأحلام والطموحات البشرية من خلال مساعدة الآخرين في استنباط الطاقة والقدرة الذهنية التي يمتلكها كل إنسان مهما كان انتمائه، سواء كان في اللون أو الدين أو المذهب أو العمر أو الإمكانيات المادية أو الجسدية أو السلطة أو المال إلى آخره. من خلال تركيزه الكلي على العناصر الثلاثة التي توحد جميع الفئات من البشر كما ارتأى المؤلف، وهي الإيمان والعقيدة، التكوين الجسدية، الحلم والطموح. للمزيد من المعلومات المفيدة الموقع الإلكتروني www.farisalhajri.com، البريد الإلكتروني faris@farisalhajri.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا، فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.